هذا محمد معجزة كل الأوطان فخر السعودية شوق الستيرة الله عليك. قالوا تميم المجد لكن إلى الآن ما جاب مجد إلا خيانة قصيرة. المجد المجد للي كنها النور لابان خلى معاتيم الليالي سفيرة حر عزومة هدت عروش طهران وودع كوابي جلعجم مستذيرة خوالها الحثلين وابو سلمان وجده معزي والمسيرة مسيرة الله. هذه من الأبيات أيضا اللي أفتخر فيها صراحة في صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. الرجل اللي أحدث نقلة نوعية ما هو في السعودية بس أنا أعتبرها في العالم كامل صراحة. حرك الدنيا كلها يعني ما هو والله شوف أنا لاني أحب التطبيل ولا أحب النفاق ولا أحب بالعكس هذا عمل يعطي حقه. لكن أنا بقولك صراحة خلنا نتكلم صراحة بعيدا عن التطبيل وعن الأمير محمد بن سلمان شخصية كان يتمناها كل مسلم وكل سعودي وكان يترقبها كل مسلم وكل سعودي. شخصية حازمة مدركة للوضع العالمي بشكل كامل للوضع الداخلي بشكل كامل. كل سعودي كان يتمنى أنه يكون في القيادة شخص مثل الأمير محمد بن سلمان. روح الشباب، الفكر، الحماسة، حب الوطن، حب الارتقاء، يعني كلمة فوق هام السحب اللي كتبها على الصاروخ الفضائي اللي مطلق للفضاء تنبيك وش داخل هالإنسان تجاه بلده تجاه. فكلنا معه أنا وأنت وكل سعودي للوصول بالمملكة العربية السعودية لما يطمح له كل سعودي مواطن حقيقي يا رب. بيض الله وجهك. الله يسلمك.